السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، النيات الصالحات، اعلموا أيها الفضلاء أن الإنسان بنيته الطيبة يستطيع أن يكسب الكثير من الحسنات. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تعالوا لنطبق هذا الحديث في حياتنا العملية. إذا جلست على الأكل لتأكل لأنك جائع فهذا مباح، لكن لو استحضرت نيات صالحات أصبح الأكل في حقك عبادة تتقرب بها إلى الله. فما هي النيات التي تستحضرها أثناء الطعام والشراب؟ مثلا تستحضر أن تأكل لتتقوى بهذا الطعام على عبادة الله وطاعته، تنوي أن تأكل لتحفظ هذا الجسد الذي أمرك الله بحفظه، تنوي لتأكل لكي تحفظ صحتك لتستطيع أن تقوم بمهام خدمة نفسك وخدمة أولادك ولا تحتاج أن يخدمك أحد، وغير ذلك من النيات، فيكون الأكل عبادة تتقرب بها إلى الله. حاول أن تستحضر هذا قبل كل طعام، وإلا فكثير منا يأكل لأنه جائع أو يأكل لأن الطعام لذيذ فقط، فيخسر هذا الأجر والثواب. حينما تقبض الراتب وتأتي زوجتك تقول: أريد مصاريف البيت، هل هناك نية معينة تنويها حينما تعطيها هذه المصاريف؟ نعم، لو أعطيتها المصاريف لتكفي حاجات البيت فقط بدون نيات هذا أمر مباح، لكن أين الأجر والثواب؟ الأجر والثواب في احتساب النية. تنوي أن تطعم أولادك ليتقووا بالطعام على عبادة الله، تنوي أن تطعمهم حتى لا يحتاجوا لأحد، تنوي أن تكسوهم لأن الله جميل يحب الجمال. إذن إذا أنفقت على أولادك أو على زوجتك لابد أن تستحضر نية طيبة لكي تأخذ أجرا على هذا الإنفاق. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه: النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنفق أحدكم على أهله نفقة يحتسبها إلا كان له بها صدقة. السر هنا في كلمة يحتسبها، ما هو الاحتساب؟ الاحتساب أن تحتسب الأجر عند الله، يعني استحضار النية الطيبة أثناء الإنفاق. شاب يريد أن يتزوج، ماذا ينوي؟ ينوي أن يعف نفسه عن الحرام، ينوي أن يعف امرأة مسلمة عن الحرام، ينوي أن يرزق أبناء صالحين يعبدون الله عز وجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد الله. الموظف الذي خرج إلى وظيفته ماذا ينوي؟ ينوي أن يكتسب المال لكي لا يحتاج إلى الحرام ولا أن يمد يده إلى الناس، ينوي أن يخدم المسلمين بصنعته أو بوظيفته، ينوي أن يكتسب المال ليتصدق منه وليحج منه وليعتمر منه. الطبيب ماذا ينوي؟ ينوي كذلك ما ذكرناه من اكتساب المال الحلال، وينوي رفع الآلام عن المسلمين،
ولذلك الطبيب التقي النقي إذا وجد مريضا فقيرا لا يأخذ منه أجرة، بل هناك بعض الأطباء أيضا يشتري للمريض العلاج. المدرس ينوي أن يكتسب المال الحلال، وينوي أن يقوم بتعليم شباب المسلمين ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ينوي أن ينهض بالأمة الإسلامية. المهني السباك والحداد والنجار والكهربائي والخياط والذي يصلح الهواتف ونحو ذلك من المهنيين ينوون اكتساب المال الحلال ليتصدقوا ويحجوا ويعتمروا ويطعموا أبناءهم حلالا، ويزيدون على ذلك أنهم يقومون بخدمة المسلمين وحل مشاكل المسلمين ومعاونة المسلمين على السير في حياتهم. النوم، حينما تنام ماذا تنوي؟ بعض الناس ينوي ليستريح لأنه متعب، لكن الذي يستحضر نية طيبة ينوي أن ينام ليريح جسده ليتقوى بالنوم على قيام الليل، أو على الأقل يتقوى بالنوم على الاستيقاظ لصلاة الفجر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أحتسب أجر النوم عند الله كما أحتسب أجر صلاة القيام عند الله. قال العلماء: أي أنه كان ينام بنية التقوي على الطاعة والعبادة. بهذه الطريقة تستطيع أن تجعل حياتك كلها عبادات لله عز وجل، فإن تكلمت تكلمت بنية، وإن سكت سكت بنية. تتكلم بنية إسعاد الناس، تتكلم بنية الإصلاح، تتكلم بنية مصلحة دينية أو دنيوية، تسكت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، لم تجد خيرا تقوله تصمت، فيكون الصمت أيضا عبادة، أو تسبح وتستغفر وتكبر وتهلل. إذا مشيت في الطريق فابتسمت في وجه مسلم تنوي تبسمك في وجه أخيك صدقة، تلقي السلام على الكبير والصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على الصبيان. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فقال: السلام عليكم. لعل بعضنا يستحي من هذا الفعل، كيف يلقي السلام على أطفال صغار؟ لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام فعلها، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ رئيس الدولة وقائد الجيش ورسول الله فوق كل ذلك، ورغم ذلك كان يلقي السلام على الصغار. وقال لنا عليه الصلاة والسلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إياك أن تلقي السلام على الرجل العظيم وتترك السلام على الحقير أو الصغير، هذا كبر وغرور في قلبك لابد أن تستغفر الله منه. ومن النيات الصالحات أن تنوي كل يوم في صبيحة كل يوم، تنوي ألا تفعل إلا ما يرضي الله، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الله. هذه النية الجامعة تنويها في صبيحة كل يوم وتسأل الله أن يوفقك لذلك، فإن استطعت أن توفي بها فالحمد لله، وإن قصرت أجرت على قدر نيتك. كل شيء في الحياة يستطيع الإنسان أن يجد له نية طيبة يتقرب به إلى الله. لو أنك نظرت إلى الأشجار وتفكرت في مخلوقات الله، نظرت إلى الأنهار وتفكرت في مخلوقات الله، كان نظرك عبادة لله جل وعلا. ولذلك عمرك هذا جوهرة ثمينة، ولحظاتها حبات من أثمن الجواهر، فلا تضيعها فيما لا يرضي الله، ولا تضيعها حتى في المباح، بل استثمرها في طاعة الله. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم
أن يوفقنا وإياكم للنيات الصالحات الطيبات كل عام، وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الله تنهمر السعادة في